تواصل بعثة حج القرعة تقديم تيسيرات وخدمات لحجاجها بفنادق إقامتهم بمكة المكرمة تمهيدا لأداء مناسك الحج، كما يتابع الضباط من خلال غرفة عمليات البعثة بمكة المكرمة كافة متطلبات واحتياجات الحجاج والإقامة على تلبيتها، هو ما أشاد به الحجاج. على مقربة من المسجد الحرام تقع فنادق حجاج القرعة، حيث يواصل ضباط البعثة تقديم الخدمات والتيسيرات لهم تمهيدا لأداء المناسك. ندوات دينية وتثقيفية وصحية تقام لهم بحضور الوعاظ والواعظات للتوعية بالسلوكيات الصحيحة أثناء أداء المناسك. يتم التنسيق بصورة رائعة مع وزارة الداخلية، هي مديانة مساحة كبيرة جدا وبتفرض لنا مكان نقول فيه ندوات، وإن شاء الله نبقى موجودين مع بعض في المشاعر وفي منى وفي عرفات. بنأكد على الحجاج الالتزام بالأداب والسلوكيات اللي تظهر المسلمين مظهرهم الحسن أمام شعوب العالم. بنكون معاهم وبنفهمهم أنكم ما تتدفقوش، ما تعملوش سلوكيات خاطئة قد تؤدي إلى أخطار. وتحرص وزارة الداخلية على توفير رعاية طبية متكاملة للحجاج، فداخل كل فندق عيادة طبية لمتابعة حالتهم الصحية. البعثة الطبية بتقدم خدمة طبية متكاملة لكل الحجاج، ما بين عيادات شغالة 24 ساعة، بتقدم أدوية في كل التخصصات بشكل مجاني، من فرق طبية بتتابع المرضى إذا كان حد يحتاج تحويل لمستشفى من المستشفيات اللي موجودة. ويحرص ضباط البعثة على تفقد حالة الحجاج والاطمئنان عليهم داخل غرف إقامتهم. غرفة العمليات الرئيسية بمكة المكرمة والتي جهزتها وزارة الداخلية لخدمة ضيوف الرحمن تواصل العمل على مدار الساعة بجميع أقسامها للعمل على راحة الحجاج والرد على استفساراتهم وتنظيم وتيسير أداء المناسك عليهم. ارتياح كبير بين الحجاج لجودة الخدمات المقدمة والاهتمام الذي توليه بعثة حج القرعة لهم على مدار الساعة. في تنظيم في الأوض، في تنظيم في المقابلة، في حسن معاملة. الخدمات فوق المستوى، رجالة الشرطة من الصغير للكبير يشكروا على المجهودات اللي هم عاملينها. كل خدمات جميلة وكل حاجة حلوة، والفنادق حلوة، والوزارة الداخلية هنا عاملة حاجات مجهودات جميلة جدا. عمل متواصل لخدمة حجاج القرعة وتنظيم دقيق لكل مراحل الحج لضمان موسم حج ناجح. خدمات متكاملة تقدمها بعثة حج القرعة لحجاجها بفنادق مكة المكرمة والتي تم اختيارها بعناية لتقدم أفضل خدمة للحجيج أثناء الإقامة وكذلك أثناء تأدية المشاعر المختلفة بعرفات ومنى، إضافة إلى ندوات التوعية التي تقام داخل هذه الفنادق وغرفة العمليات التي تتولى تذليل العقبات أمام الحجاج أثناء تأدية المناسك. من أحد فنادق إقامة حجاج القرعة بمكة المكرمة، عبد الله بركات، التلفزيون المصري.